هذا البرنامج برعاية زين. مشاهدي الأفاضل أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم دوما بكل الخير، ورحب بكم في هذه الجولة الجديدة من هذا البرنامج جلسة الأعمال من CNBC عربية. أنا الطيب عبد الماجد، وهذه أبرز العناوين. هيئة الرقابة المالية المصرية تعرقل إتمام صفقة هيرمس وكيو إنفست. الخطوط الجوية القطرية تؤكد أنها ستتلقى تعويضات من بوينغ عن وقف رحلات 787 دريم لاينر. في صفقة هي الأكبر على الإطلاق، أبل تصدر سندات بقيمة 17 مليار دولار. شاركت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي في ملتقى أندونيسيا الاقتصادي الذي انطلقت فعالياته بالعاصمة الإماراتية لتعريف المستثمرين ورجال الأعمال من الإمارة بالفرص الاستثمارية في أندونيسيا والاطلاع على الأداء الاقتصادي للبلاد، إضافة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين. هذا وتوقع بنك التنمية الآسيوي أن ينمو الاقتصاد الأندونيسي بنسبة 6.4% خلال العام الجاري و 6.6% خلال العام المقبل، في أقوى نمو اقتصادي في 15 عاما الماضية. إذا أرحب بضيفي هنا في الاستوديو الدكتور محمد خطيب بصري، رئيس هيئة تنسيق الاستثمار الأندونيسي. دعني أرحب بك معنا في جلسة الأعمال، وأتساءل أولا يعني من حيث انتهى الخبر، نمو مضطرد قوي في أندونيسيا في خلال السنوات الأخيرة رغم الأزمات التي تنتظم العالم، لماذا؟ إن أحد الأسباب هي أن لدينا الكثير من عدد الشباب بين السكان، وهذا أحد المكونات المهمة التي تقود الاقتصاد. الطلب المحلي يقدر بحوالي 75% من اقتصادنا، وبالإضافة إلى ذلك فإن الاستثمارات كانت قوية جدا على العام الماضي. على سبيل المثال وصلنا إلى 24.5 مليار دولار قيمة الاستثمارات في إندونيسيا، وهذا رقم قياسي كبير، هذا إلى حد ما زيادة في الاستثمار، وهناك استهلاك كبير، وهذا العام يقدر حجم النمو ب 6.4%. جيد، إذن ذلك ربما يسهل من مهمتكم الترويجية الاستثمارية التي أنتم بصددها مثلا هنا في دولة الإمارات، ودولة الإمارات هي أكبر شريك تجاري لأندونيسيا من بين دول الخليج. هل تتفق معي بأن أندونيسيا حتى اللحظة لم تروج لنفسها بحجم استثماراتها، بمعنى أن هذا البلد يعني غني وثر بالكثير من المنتجات الاستثمارية؟ أيضا أتساءل لماذا؟ قطعا أنا متفق معك في هذا، وفي الماضي كنا لن نقم بالترويج جيدا لا سيما في الشرق الأوسط، ولكن هناك خبر سار لك، لأنه العام الماضي فإن الاستثمارات الأجنبية من الإمارات إلى إندونيسيا قد زاد بحوالي 400%، وهذا رقم كبير. وأيضا نرغب في أن نقوم بالتنويع في استثماراتنا، وليس فقط القادمة من شرق آسيا أو أوروبا أو الولايات المتحدة، ولكن علينا أن ننظر أيضا في سوق الشرق الأوسط، وأنا أرى أن هناك الكثير من الإمكانيات التي قد تأتي من الشرق الأوسط والتي تقدم إلى إندونيسيا أيضا، لأن لدينا دولة تقدر بعدد هائل من السكان، وهذا تقريبا 48% من عدد السكان الكبير، ولدينا الموارد الطبيعية، وبالتالي فإن هناك الكثير من الإمكانيات التي يمكن أن نستفيد منها، وذلك بالنسبة للاستثمارات التي تأتي من دولة الإمارات إلى إندونيسيا. جيد، كنت أنا أود أن أسألك عن الميزات النسبية لإندونيسيا من حيث الاستثمار، لكنك أجبت في سياق حديثك. من المؤكد أن هناك ثمة تحديات ومعوقات تواجهكم وتعمل على تذليلها حتى تستقطبوا أكبر قدر ممكن من الاستثمارات، هل لنا أن نطلع عليها وجهودكم في معالجتها؟ قطعا إن
main obstacles. أحد العوائق الرئيسية ليس فقط أمر فريد في إندونيسيا وهي الكثير من المعوقات البيروقراطية وأيضا البنية التحتية. وفيما يتعلق بالنواحية البيروقراطية منذ العام الماضي قمنا بتقديم السياسة الجديدة والخاصة بالتشريع وهذا ليجعل هناك نوع من إصدار الرخص والتراخيص في إندونيسيا أكثر سهولة وأسرع. على سبيل المثال منذ أسبوعين قمنا بإصدار مرسوم جديد على عدة أشكال وذلك لقدوم المستثمرين الجدد وقد قدمنا أيضا نظام للمتابعة على الإنترنت ونسعى إلى تسهيل وتحسين الأمور. والقضية الأخرى تتعلق بالمخاوف التي تتعلق بالبنى التحتية لأن أحد المشكلات التي تتعلق بالبنى التحتية هي العام الماضي قامت الحكومة بتمرير قانون جديد والذي يعطي الحكومة السلطة للمفاوضات وأعتقد أنه بوجود ذلك سوف يكون هناك تسهيل للأمور ويمكننا أن نبني البنى التحتية بسرعة وعن قريب. الاستقرار السياسي والأمني واحدة من المحفزات المهمة للاستثمار كما تعلم وأندونيسيا في هذا السياق مستقرة عدا بعض هي واحدة من الدول المستهدفة بالإرهاب هنا وهناك. إلى أي مدى استطاعت هذه الدولة أن تحكم قبضتها على هذه المسألة حتى نبعث بمزيد من الشارات التطمينية للمستثمرين؟ قطعا إن قضية الأمن كانت مشكلة في الماضي ولكنني أقول أنه خلال الأعوام القليلة الماضية أصبح الوضع متحسنا جدا والحكومة التزمت وتعهدت بأن تقوم بمواجهة الإرهاب. ويمكننا أن نقول وأنني أتشارك الرأي معك أنه خلال الأعوام القليلة الماضية أن قضية الإرهاب لم تصبح هي أحد القضايا الكبيرة بالنسبة للمستثمرين. سيد محمد، ما هي أبرز القطاعات جذبا للاستثمار في أندونيسيا؟ أكثر القطاعات جذبا للاستثمار في أندونيسيا أي القطاعات؟ القطاع الأول هو دعني أتحدث عن الأرقام أولا. خلال عام 2003 فإن نسبة الأشخاص الذين كانوا يقومون بالإنفاق بدولار تقريبا حوالي 5% من عدد السكان ومنذ 7 أعوام قفز الرقم إلى 18%. وبالنظر إلى 40 مليون شخص فإن هذا العدد من السكان أكبر بكثير من إجمالي عدد السكان في أستراليا وسنغافورة وماليزيا مجتمعين وبالتالي عدد كبير من السكان وهذا هو هذه الميزة الكبيرة للسوق والتي تركز على المنتجات الاستهلاكية في إندونيسيا. والأمر الثاني هي الموارد الطبيعية وأيضا فيما يتعلق بهذا الخصوص ينبغي وأن يضمن ذلك النوع من الاستقرار الاقتصادي والسياسي في إندونيسيا. الإمارات شريك تجاري رئيسي ومعتبر والأول بالنسبة لإندونيسيا في دول الخليج، لماذا هي كذلك؟ ما هي الأسباب التي دفعت هذه العلاقة قدما إلى الأمام؟ أعتقد مرة أخرى كما قلت أن هناك نمو في الطبقة الوسطى والأمر الآخر هو الطلب للتكنولوجيا وبالطبع أعتقد أن دولة الإمارات لديها هذه الإمكانية فيما يتعلق بالتكنولوجيا. والأمر الآخر هو البنية التحتية وهذا ما كنا نتحدث عنه فأن هناك في دولة الإمارات الكثير من البنية التحتية الجيدة ولقد كان هناك تحسن كبير فيما يتعلق بالبنية التحتية في دولة الإمارات وإندونيسيا تحتاج البنية التحتية وهذا ما يدعم الاستثمار وأيضا يخلق التجارة. من خلال ملتقاكم الاستثماري الآن في أبوظبي ومشاركتكم في المنتدى الاستثماري هنا في أبوظبي، هل ثمت نتائج ملموسة يمكن أن نشاهدها على الأرض قريبا؟ نعم، لدينا سلسلة من الاجتماعات هنا في دبي وللأسف لا يمكنني الكشف والإفصاح عن العملية ولكن يمكنني أن أذكر القطاعات فيما يتعلق بالبنى التحتية وأيضا
وهناك استثمار يتعلق بالموارد الطبيعية، ونتمنى أن يكون هناك إتمام لهذه المشروعات هذا العام، وهي استثمارات كبيرة من دولة الإمارات في إندونيسيا، ولدينا الكثير من الأداء الجيد، ولأن الاستثمارات تزيد بتقريبا 400%، ولكن هذا العام أعتقد أن حتى هذا الرقم سيكون أكبر بكثير. نعم، أنا أشكر وجودك معنا هنا في الأستوديو الدكتور محمد خطيب بصري، رئيس هيئة تنسيق الاستثمار الأندونيسي، ونتمنى لكم التوفيق في كل مهامكم. شكرا جزيلا.